شفته؟ اه شفته، اتصور افتكرت المأذون بتاعنا، شدته من دقنه دي حلوة. مشي 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 المأذون. اه ده انا هوديك في داهية. لا 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 لا، نزل ايدك، انت مش حامل اللي انت بتعمله ده. نزل ايدك، بقولك نزل ايدك. حاضر. الأجهزة المعنية الخاصة بالضرب تستعد. وريني هتعمل ايه بقى. هاو هيضربوني كركديه. لا الواد شغال. رحلة اليابان نفعت. اه لا لا، وهتشوف هيكسرهم، بس هو لئيم الوهم. يا جماعة يا جماعة، ما يصحش كده، عيب. مش أي حاجة، وعمل لكم حاجة. وبعدين احنا مع بعض يعني. قول يا مرة يا ابني كمان. يعني خمتني وخدتني شط واحد، دي بشرف. فيها ايه مادام معايا انا؟ مفيهاش حاجه ابدا. فيها دي يعني ايه؟ الارض انشقت وبلعتهم؟ قلبنا الدنيا ومش لاقيينها. طب وماما فين؟ مش موجوده روح. طب متشكره قوي، مع السلامه. شريف، فين شريف؟ فين احمد؟ انا عايزاه، مش عارفه. دول مش موجودين في الاستوديو كله. انا عارفه هما فين. فين؟ عندنا في البيت. يلا معايا. يلا. ثانية واحدة أشوفهم فوق وأنزل حالا. قبلت زواجك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. مبروك يا عم. الله يبارك فيك. مبروك يا عم. لا 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 يا سيدي، ما أنا مرتاحش يا سيدي بقى. رايحة فين؟ حاضر. أنا ما عنديش حريم تفتح بيبان، أنا هنا راجل البيت. لا لا مؤاخذة يا شيخ علي. إيه ده؟ أنتوا مستنيين إيه؟ الفتة. يلا يا سيدي، يلا أبا، اتكل على الله. يلا خدت حقك يا عم، برا رفاء بلا نيرة، يلا أبا، متى الحمل ليه؟ ألف نعرف، بس خليني أحفظ. مع السلامة يا سيدي. ماما. مع السلامة. ماما. عسى اسعى. ماما. اسعى وصلي على النبي. اسعى خد لك صورة 6 في 9. يلا يا محمود يا أصيلة قلبي يا حبيبي. لا ما شفتوش. تعالى هنا، راح فين؟ إيه؟ مش لما عرفك بس محمود، سي محمود جوزي. جوزك؟ اهلا اهلا. ومالك اتخضيتي كده ليه؟ بس يعني بقول ايه، هتتجوزي بقى و لا اهي دي بقى ما اعملهاش. بس بقول لك ايه، ما تنسيش وانت راجعه تجيبي لي معاكي 7 صناديق. صناديق ايه؟ حبوب منع الحمل. يوه شوفي. هي اللومه ضمانها يا اختي. لو النبي ابلغ بقى سي محمود، انت ما قالتش هتجيب حبوب منع الحمل ولا لا؟ تعالى. ماما قدر اروح لامك. شريف ايه ده يا ابني؟ مفيش حاجه يا ماما. ازيك يا عطيات؟ جالي الكلام؟ شايفه مقصوفه الرقبه عملت فيه ايه؟ يعني هو لوحده يا ماما، كلهم اصحابه زيه كده. قول لي يا ابني، انت متجوز؟ ايوه يا طنط،
انا متنيل على عين اللي خلفوني. وانت يا ضنايا؟ انا خاطب الشيخ بلا نيله. امال لما تتجوز يا ابني هيجرى لك ايه؟ ماما اشوف وشك بخير يا ماما. لما تبقى تيجي الست منى اقول لها ان انا سافرت. هتغيب قد ايه يا شريف؟ ست اشهر تاني يا ماما. اشوف وشك يا ابني. سلمي على جوزك عطيات. مع السلامه يا شريف. ربنا يستر بقى. طب استنوا اقفلوا الازاز بتاع العربيه. تقفل ايه بس؟ ده وقته نقفل. يا جدع يلا احنا ما لحقنا. يلا ملانيلا يا بتاعتنا. تمام. ايه اللي اخركم؟ اوكي. ظروفنا العائليه كانت سيئه جدا للغايه. انا عارف كل ظروفكم وظروفكم اللي اخرتكم وصلت قبليكم. انا استاذنت الشركه انهم يفضلوا معانا ال 24 ساعه جايين لغايه ما نوصل بيروت. وهترجعوا لبيروت ازاي؟ ولا حاجه بالاتوبيس. متشكرين جدا يا ابطال. بس احنا لسه ما اتجوزناش. لو سمحت يا فندم اكتب الكتاب مش كده؟ ايوه فندم. لما نخرج من المياه الاقليميه نبقى نكتب الكتاب. من الاقليميه من الحنفيه نارك قشطه. جيت لقضاك يا حلوه. احمد. احمد ايه؟ اقعد. ها؟ اقعد يعني. علي؟ مفيش هنا عيانين. معلش عشان خاطر. ولا عجبنا السمك بتاع البيت؟ لا لا يا انا عاوزك يا فندم. مين اخويا؟ سيادة القبطان. ليه يا حبيبي؟ مش هتسأل على الجواز. قول له انصحك. قول للقبطان اختشي. عيب. بلاش الحركات دي. مش وقته. Ba-b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 a